بأنغام الزرنة الجزائرية مشاهدينا، استقبلوا معكم عيد الفطر المبارك مباشرة من بلاتو قناة الوطنية بأصدق التهاني والتبريكات. نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، كل عام والجزائر بخير وعلى خير، كل عام والأمة الإسلامية كذلك بخير. العيد فرحة وتتجدد كل عام مع أصدقائنا أحبابنا وعائلتنا، ولأنه انتم عائلتنا الثانية حبينا نشارككم هذا الفرحة ونتقاسم معكم أجواء العيد مع ضيوفنا الكرام اللي راحين يشرفونا في هذا الصبيحة، صبيحة العيد، كوكبة مميزة من الضيوف رايحين يكونوا معنا ويتشاركوا معكم كذلك أجواء عيد الفطر المبارك. نبدأ أولا مع السيدة نسرين اللي حاضرة معنا. صباح الخير وصحة عيدك. صباح الخير كريمة، صحة عيدك، كل عام وانتي بخير، كل عام والجزائريين، الشعب الجزائري بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله. شكرا لك، نورتينا في البلاطو بهذا اللباس التقليدي الجميل اللي عبر عن عادات وتقاليد الشعب الجزائري. اكيد يا نعم. هذا اليوم اخترنا لباس نايلي نغيره يعني، وتحيه خاصه لاولاد نايل ناس نعم. الجلفه، نقول لهم صحه عيدهم وكل عام وهما بخير، وكل يعني كل بلد يعني كل بلده ولا كل بلد منطقه في الجزائر، منطقه نعم. بلديه قريه في الجزائر نحييوهم من هذا المنبر من قناتهم قناه الوطنيه، ونقول لهم صحه عيدهم. نعم شكرا لك. كذلك حضر معنا اللي عمل لنا هذا الجو في بدايه البلاتو السيد خوخي جمال رئيس فرقه القاعده. صباح الخير وصحه عيدك. صحه عيدك، صحه عيدكم كاع، صحه كل عيد الامه الاسلاميه كاع. شكرا لك. كذلك حضر معنا السيده اللي زينت لنا هذا البلاطو بالحلويات ديالها السيده كنزه بن يوسف. صباح الخير وصحه عيدك، كل عام وانت بخير. صحه عيدكم، صحه عيد كل الشعب الجزائري خاصه الامه الاسلاميه، نعاد علينا بصحة ولهنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب علينا وعليكم كاملين. وكذلك حاضرين معنا الكتاكيت الصغيرة اللي تحضر معنا في البلاطو اللي تزيننا بلاطوهات العيد. حضر معنا عبد الرحيم إدريس ممثل صاعد، حب يجي يشارك معاكم فرحة العيد. صباح الخير عبد الرحيم. صباح الخير، صحيح عيدكم كامل. كل عام وأنت بخير، نورتنا في البلاطو. الله يحفظك. شكرا لك. يلا مشاهدينا نبداو دائما مع نسرين واللباس النايل التقليدي الجميل. طيب ربما نسرين، احنا الجزائريين عندنا عادات وتقاليد متنوعه في هذا اليوم المبارك. قبل ما نروحوا لعادات وتقاليد، قولي لي برك كيفاش تجوزي انت اول ايام العيد مع العائله مع الاحباب كذلك؟ طبعا والله ككل مراه جزائريه يعني العيد، احنا العيد عند المراه الجزائريه يبدا نقولوا اسبوع من قبل في التحضيرات، تحضيرات الحلويات، نشروا يعني ملابس العيد للاطفال، تنظيف البيت. اها تنظيف البيت، قولي لي نسرين هذه الخطره كيفاش؟ لازم لازم عاونوك شويه. والله شويه 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 نعم، نقولوا الحمد لله الحمد لله، يعني نقدروا نوفقوا يعني بين العمل وبين البيت في المواسم، خصوصا المراه اللي تكون عامله يعني دائما جهه صعيبه شويه باش توفق. أكيد. بين البيت وبين كذلك العمل ديالها اللي ما تقدرش تستغنى عنه. طبعا ما تقدرش تستغنى عنه، طبعا ما تقدرش تستغنى عن العمل، وجودها يعني ضروري في العمل وكما يكون ضروري في بيتها يعني نفس الشيء. واحد اللي يكون عنده مسؤوليه لازم أمانة، لازم يحافظ عليها، يعني ماشي بحكم أنه تكون يعني المواسم ولا نحملوا العمل تاعنا. لا العكس. صح العكس. نعم كذلك نسرين انت تعملي يعني برا البيت، وكاين كذلك اللي يعملوا داخل البيت، وخير دليل يعني هذه الحلويات اللي متواجده معنا في البلاطو اللي خدمتها لنا السيده كنزه بن يوسف. صباح الخير مره ثانيه وصحه عيدك للمره الثانيه كذلك. صباح الخير صحه عيدك. نعم يلا انا قلت لها نسرين كيفاش جوزتي ربما هذه الايام الاخيره تاع شهر رمضان، واليوم رانا في يوم العيد، ربما تراكم الاعمال اللي تكون في البيت مع صناعة الحلويات للناس شيء ماشي سهل. صح متعب، متعب بزاف. نعم احكي لنا كيفاش عشتي دوك الاجواء. قولي لي برك يعني كي تاخذي طلبيات ديالك ربما تاخذيهم سمانه قبل العيد، ولا كاين حتى 15 يوم قبل العيد؟ صح قبل رمضان. قبل رمضان، قبل رمضان نبداو ريزيرفيو. اها وانت يعني عادي تشدي لهم الطلبيات تاعك؟ نشد الطلبيات صح، ما نبداش القاطو هذاك الوقت. لانه هي صراحه هذه الدغنيه سومان بروغرامي روحي ونبدا. نعم على قدم وساق دائما السيده كنزه. نعم تعب برقد ما كاش، لازم تلحقي الطلبيات وجديهم. اها واهم شيء لما يكون الزبون ربما يعني يكون ساتيسفي ولا فرحان بالعمل ديالك. تعب كامل كي تشوف فيهم فرحانين ويشكروك خلاص.
يروح نتعب نحل كامل العيال يروح. قولي لي برك درتي نتواياج قبل العيد؟ بيان سور لازم بيان سور ونزيد دمتي نتواياج قبل ما نبدا الحلوى. قبل ما تبداي الحلوى صعب العمل تاعك ربي يقدرك. نقدر نوفق بين الحلوى وشغل البيت صح نعم اكيد رايحين نتحدوا على الحلويات التقليديه فيما بعد، لكن نروحوا الان الى خوخي جمال اللي صنع لنا الفرحه والبهجه بانغام الزرنه الجزائريه اللي تحضر في كل مناسبه جزائريه سواء في الاعراس في الاعياد في الطهارات كذلك. ربما احكينا على العمل ديالكم في المناسبات الدينيه سيد جمال. كي العادة كل عام هكذا شاكاني عندنا كي تلحق موسم هكذا ولا وليمة ولا نحضروا معاهم نخدموا عندنا زرنا تاعنا نخدموا تراديسيون ارجيروا تراديسيون ارجيروا نعم. طيب ربما الزرنة الجزائرية عندها تاريخ عريق جدا، احكي لنا شوية عليه ماذا بينا نذكروا مع المشاهدين. ما نعرفلوش بزاف معليش احكي لنا واش تعرف. هي عندها تاريخ ما حنا دوك وقت بوعنا متيتيش نبدا الزرنا هذه هنا في الجزائر ولينا سما رفدنا سما هكذا ويرات ماشي قرينا عليها ولا مدرسه ولا شو الهوايه من عند ربي ستاندون. وتعاملوا مع الفرقه ديالكم دائما؟ ما توجور توجور فرقه واحده توجور. اها نعم وبها العراس سما صورتو حنا العراس بزاف سما خدمتنا. قريب موسم الاعراس سيد جمال. هاو جاي ديجا خلاص بدا بيوم فروغرامين عندنا ديجا عرس تاع الناس. نعم قل لي في العيد في الاعياد يعني عاده ما تكونوا حاضرين في البلاطوهات التلفزيونيه كما راكم حاضرين معنا اليوم في بلاطو قناه الوطنيه، هل عندكم ربما عمل خاص في ايام العيد من غير مشاركه الجمهور الجزائري في البلاطوهات التلفزيونيه؟ لا ما عندناش عندنا خدمه غير بلاطو هكذا صباح تاع العيد سي بون معكم مع الفاميليا تاعنا الاهل واحد يروح نعم. يزور الفاميليا تاعو ولا قل لي كيفاش تجوز اول ايام العيد سيد جمال؟ والله غير نجوزوا كيما الناس صباح نوض نروح للجامع نصلي صلاه العيد نهبط الى كانت عندنا خدمه هذا في بلاطو نروحوا تجي خدمت الشروق العام اللي فات خدمت نعم. في الارضيه في لاطروه خدمت كاع في القناه التلفزيونيه الجزائريه كاع خدمنا فيهم نعم نروح صباح نعاود نولي للدار راني مع الاهل تاعي عندي بناتي عندي فاميليا تاعي نجوز معاهم العيد من بعد نولي العشيه واحد يرفدهم يروح يزور الفاميليا ولا زياره الاقارب اهم شيء رايحين نحكوا عليها كذلك. ربما نروحوا الى الكتكوت الصغير اللي حاضر معنا عبد الرحيم ادريس. دائما الاولاد الصغار اللي كيما انت يلبسوا حوايج جديد جدد عفوا يخرجوا شابين في اول ايام العيد وياخذوا العيديه كذلك. قل لي كيفاش تجوز انت العيد عبد الرحيم؟ نوض صباح نروح نصلي صلاة العيد وما نرجع للدار مع هكا مع دارنا ناكلوا الحلوة تاع العيد. أهم حاجة الحلوة تاع العيد. أي والله وما نلبس حوايج جدد هذو ونهبط تحت اللحوم وأنا قاعد مع أصحابي. تلعب مع أصحابك؟ إيه وما جوية 12 كيك نطلع للدار وما نقعد مع دارنا فترة وأنا قاعد نقصر. وش طيبوا أنتم في الدار رحيم؟ إحنا نديروا في العيد رشتة ولا طعم. رشتة ولا طعام من أي منطقة عبد الرحيم؟ تسمسيلت. تسمسيلت تحياتنا الناس تسمسيلت ولكل ربوع الوطن كذلك تحية خاصة وعيد سعيد مرة تانية. حبينا الآن نسرين نتعرفوا على عادات الجزائريين عادات العاصميين خصوصا بما أنك مهتمة بالتراث الجزائري والتراث العاصمي كذلك. حكينا يعني على هذا اليوم المبارك العادات والتقاليد اللي تشاركوها الجزائريين في هذا اليوم. والله العادات تاعنا يعني متنوعة كل منطقة وعندها عادات خاصة بها لكن تجتمع أكيد هناك نقاط اللي تجتمع فيها كل عائلة جزائرية من أي منطقة من ربوع الوطن يعني تعملهم اللي هما طبعا التحضير تاع الحلويات والتحضير قبل العيد ونهار العيد صباح يروحوا الرجال ولا الأولاد يعني يروحوا للجامع يصلوا صلاة العيد. دايوغ حنا نبداو التهليل نبداو صباح نوضو بكري نشعلوا لا تيلي باش نسمعوا هذاك التهليل صح ولا نسمعوه في الجامع ولا نسمعوه في الجامع كي يكون نعم. عندنا جامع قريب نسمعوه. ديجا هذيك سي كيفاش يقولوا يعني يعطيك طاقة إيجابية ويعطيك تحسي بأجواء العيد. طبعا النساء تحضر الحلويات ويعني تحط الطابله تاعها تحضر القهوه تاعها الشاي نعم توجد روحها بيان سور وتستنى يعني الاباء الازواج وحتى يجوا من المسجد نعيدوا عليهم نسلموا عليهم
ومن بعد نجتمعوا على الطاوله يعني تاع القهوه نحكي ويعني نتبادل اطراف الحديث، خاصه كل وحده تسقسي يا دراغل بك رمضان كيفاش صافا، نقولوا ها وجاز يعني يحكوا على يامات رمضان، يحكوا على يامات رمضان، نقولوا ها وجاز الحمد لله، البارح كنا نقولوا غدوه رمضان ها واليوم العيد. نعم قولي نسرين بكل صراحه غلبك شويه هذا العام ولا لا؟ هذا العام نعم عياك نعم شويه نعم، لكن هو خلاص الحمد لله، الحمد لله. ودائما نقولوا العيد فرحه لازم نعيشوها مع احبابنا واصدقائنا ومع جمهورنا كذلك. الكريم حكيتي لي نسرين يعني على اول ايام العيد ولا صبيحه العيد، لكن قبل صبيحه العيد عندنا يعني عادات اخرى كذلك، من بينها الحنه اللي تتزين بها كل بنت داخل البيت مع العائله ديالها. اكيد اكيد دائما الحنه وهضرت عليها بليزيغ بريز، لازم نهضروا عليها اليوم، لازم نهضروا عليها اليوم. لا. اكيد حاضره في كل المواسم وكل الافراح الحنه. دونك الحنه يديروها الاطفال الصغار، كاين الكبار من محبين الحنه دونك يديروا هذاك الفال تاع الحنه. نعم يستبركوا بها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير الحنه دونك فوالا من اجواء العيد، يعني تعطيه الحنه يعني نكهه خاصه، نكهه خاصه يعني الحنه واللباس التقليدي وهذه الحوايج يمدوا اجواء يعني باش الانسان يحس روحه باللي عيد راهو صح في عيد. نعم نعم كذلك، وحنا رانا في اول ايام العيد تحيه خاصه لكل المشاهدين اللي التحقوا بنا الان في بلاطو صبيحه العيد. نروحوا الان نتعرفوا على الحلويات التقليديه الجزائريه اللي دائما تحضر في كل طاوله جزائريه، كما قالت نسرين يعني في كل صبيحه لازم نحطوا طاوله معمره بالحلويات التقليديه على راسها المقروط، تشارك تشارك المسكر وغيرها من الانواع الحلويات التقليديه الجزائرية بامتياز. نروحوا الآن نتعرفوا ربما على الأنواع اللي راهم حاضرين معنا فوق الطاولة. نشوفوا المقروط الجزائري سيد المائدة، صح سيدة كنزة؟ نعم سيدة كنزة، قولي لنا وشنو هما أكثر الحلويات يعني اللي كانت عليهم طلبية كبيرة في هذا العيد؟ كانت المقروط وهو الأول، مقروط معسل، تشارك العريان، العرايش، تشارك مسكر، ولي سابلي تاع المعجون. لي سابلي القدم ولا القدم كاين تقول لك معشوقة الجماهير صراحة، كل عيد لازم يكون كيما المقروط. نعم ولا لي غاتو بريستيج كاني. قولي لي فقط يعني هاد لي سابلي سهلين باش يخدموهم؟ لي سابلي سهلين ايه لي فاسيل، هما لي سهلين كامل. وشكون هو وشنو هو النوع اللي صعيب في العمل ديالو؟ كاين اللي يخافوه هو المقروط المعسل. المقروط المعسل يجيني سهل، ونسين تجيك سهل. كاين يتفتت لهم، كاين يتفتت هي ديفيسيل تاع المقلا اللي ديفيسيل. كاين تاع المقلا وكاين تاع الكوشة. تاع الكوشة سهل. كاين تاع الكوشة، كاين مقروط قسنطينة ثاني يديروه في الكوشة. سينون جينيرالمون لي غاتو اللي يجوا صعاب تاع التسكار. تاع التسكار وتاع الطلية، زمان الطلية ثاني كنا نخدموها مانيوال وفوالا تسيقي دونك. ما تشدش. نعم. دونك باش تشد لازم لا تيكستور تاعها يفوان دوزاج فريمون بريسي باش لا تيكستور تاعها تشد وتيبس مليح في فوق الحبه تاع العرايش. وما تجيش مبربشه، لازم تجي بيان غلاسي ليس فوالا. نعم والتسكار باسكو الناس تانيت ما يعرفوش يسكروا، دونك السكر ما يشد لهمش، تجي الحبه ماشي شابه كي يكون سكر. وكيفاش تسكري انت نسرين؟ عطينا طريقه سهله باش يعتمدوا السكر. نديروا الشربات حنايا، نطيبوا الشربات تاع السكر والماء زهر تو. نعم. وندخلوا الحبه بيان سور، نخلوا لو غاتو يبرد كي نخرجوه من الفرن، نخلوه يبرد مليح، يفو با دخليه سخون باسكو يتفتت سورتو بوس ولات مسوه. ابخي نديروه في الشربات ونديروه في نديرو ان بول ولا ان ريسيبيون فيه لو سكر غلاس يعني السكر. نعم. بودره تقطري شويه هذاك وديريه تما وتغلفيه هكذا، تغلفيه بيان بالسكر ومن بعد ديري تعاودي له المره الثانيه ومن بعد ديري الحبه في يدك باش تلبس بيان السكر. ومن بعد يديروا شغل باش يجي بودغ مسحيها باش تجي لاكوش رقيقه رقيقه فوالا. ومن بعد دركا يديروا لها بالصفايه هكذا باش يجي بودغ، تجي هذيك لا تيكستور تبان مرمله. نعم. فوالا نعم باش تعطي ربما جماليه للحلوى التقليديه الجزائريه. نروحوا الان الى عبد الرحيم، راك ساكت ماكش تشاركنا، ما تحبش الحلوى نتايا؟ ما عندي حاجه فيها شغل، ما تحبش الحلوى؟ نحب فيها في الحلوى كامل، نحب بنيون برك. بنيوين كيما كل الاطفال. نعم اسمع على مسمى. نعم الله يحفظك. تحب البنيوين برك؟ بنيوين برك. والمقروط ما تحبوش؟ والو
والو تما غير يجيبوا لك في الدار غير البنيون. انا بنيون برك شغل واحد بنيون برك. نعم قل لي عبد الرحيم، يعني حنايا عندنا من العادات الجزائريه انه يعطوا عيديه، يعطوا دراهم للاطفال. اليوم راك معنا في البلاطو، وقيله راحوا عليك دراهم. نورمال مازال عشيه. مازال يبدو لك؟ مازال عشيه. قل لي شحال المبلغ اللي ما عرفت تجمعه في العيد تقريبا؟ كل مره كيف ما قل لي تقريبا. كل مره كيف اسمه مكاش زعمت هكا اكبر مبلغ. اكبر مبلغ يلا. اكبر مبلغ تشفى جمعته في العيد ملي كنت صغيره. ملي كنت صغيره قد 100,000 100,000 معليش فيها بركه. فيها بركه الحمد لله. نعم طيب الان نروح الى خوخي جمال رئيس فرقه القاعده اللي نورتنا اكيد في البلاطو، بلاطو العيد. يعني ربما عندكم اعمال قمتوا بها خلال شهر رمضان، يعني 30 يوم كاين حفلات جزائريه، قاعدات جزائريه، احكي لنا عليها. خدمت زوج قاعدات جمعيات خيريه داروا ختانا. نعم. النصفيه تاع رمضان وعندي واحد الثلثي البارح. نعم. البارح ثاني خدمت في رويسو في الفاوت. اها. داروا ختانا جماعي تاع يعني جمعية. قبل العيد. قبل العيد بالنهار. في رمضان. نعم. في رمضان لا في رمضان. النصفيه تاع رمضان وليت 27. ليت 27 ثاني خدمنا ثاني. طيب بما انك رئيس الفرقه، يعني لازم رئيس الفرقه هو اللي يعمل مع الفريق ديالو، تعطي لهم ربما طاقه ايجابيه باش تعملوا. يا سير انا كل شيء انا حتى كي يتصلوا بيا لازم نتصل بهم كاع. ديجا انا واحد معايا وجبته من الخدمه. اها. بلاتيني تاع لاجون سيكيريتي برا مسكين. نعم. تحياتنا لكل العمال راهم يعملوا في هذا الصبيحه صبيحه العيد، يعني اسلاك الامن، الاطباء في المستشفيات، الجيش الوطني الشعبي كذلك تحيه خاصه لهم. نعم قلت لي انه جبت لاجون يخدم معاك باش يشارك الجمهور الجزائري. باش يشارك مسكين. باش يشارك، باش يشارك في حفله مع الجمهور الجزائري. نعم شكرا لك مره ثانيه لانكم جيتوا وشرفتونا اكيد في البلاطو. نرجع لك نسرين والعادات الجزائريه اللي دائما تحضر معنا في البلاطوهات التلفزيونيه الجزائريه خصوصا في الاعياد الدينيه. نحكي الان شويه على المهيبه اللي دائما تكون لازم تحضر بعد العيد، المراه او البنت اللي تكون مخطوبه ولا يكونوا عقدين مفتحين عليها، صح؟ يجيبوا لها المهيبه. ماشي شرط ماشي مفتحين عليها. لو فات اللي تكون الخطبه يعني رسميه، الخطبه رسميه، اهل العريس يجيبوا يعني يودوا عروستهم بالهدايا. والمعنى تاع المهيبه الناس اللي ما راهيش فهمتها، بون صحيح انه الناس ولات يعني تبالغ في المهيبه ولات تكلف، وراهي دايره لا بوليميك دايوغ هاد القصه تاع العادات والتقاليد والمهيبه اكسيتيرا. لكن المهيبه هي عندها يعني لو سونس تاعها يلي بروفون يعني عميق. المعنى تاعها هديه معنويه اكثر من انها ماديه. هي نعم. هي لي يعني الترابط، لترابط العائلات باش العائلات تعرف على بعضها. نعم. اولا ثانيا باش يقولوا يعني المعنى تاعها انه اهل العريس يقولوا للعروسه راكي بنتنا، راكي فوفيت بارتي دو لا فامي، دركا راكي يعني جزء من العائله تاعنا، وحقك في الحلوه تاع العيد ولا حقك في اللحم تاع العيد الكبير ولا مضمون، يعني حقك راهو معنا. في بارتي سي تري نوبل اون فيت، يعني نبيله، يعني المعنى نبيل. فهمتيني؟ نعم. دونك زمان واش كانوا يديروا؟ كانوا يدوا لها حقها تاع الحلوه تاع العيد. ثالث ايام العيد؟ ماشي شرط. لا ماشي شرط. الاسبوع الاول ثاني ايام العيد، ثاني ايام العيد يعني يخلوا بيان سور كل واحد في داره يعيد و... نعم. ومن بعد ثاني ايام العيد ا بارتير دو ثوازيام جور تولي ما يطولوش، يعني ثلاث ايام. كاين ثلاث ايام وكاين اللي تروح ثلاث سمانه. اسبوع عندهم. نعم. حتى اسبوع. سا ديبون للبوت، سا ديبون للعائلات كيفاش منظمه روحها، يعني عندهم زيارات، عندهم الخراجات. نعم. طيب المهيبه مشاهدينا كذلك رانا نشوفوا يعني بالغوا بزاف فيها. وشنو هو اغرب شيء سمعتيه على المهيبه؟ اغرب هديه سمعتيها في المهيبه؟ والله انا الشيء اللي راه يعني صح هادو سي دي كيما قال لك كل واحد والاخر. التليفونات، الهواتف النقاله. زمان دوك نفهمك واحد الحاجه، زمان كانوا نون سولمون سيتي كيما فهمتك لو سونس تاع المهيبه. نعم. سيتي نوبل وكامل باش العلاقات تبقى تقارب بين العائلات. تقارب. نعم. بين العائلات وباش تعرف باللي العروسه واهل العروسه يعرفوا باللي هاد العائله راهم شادين في بنتهم. راهم حابينها وراهم. نعم. شادين فيها كيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تهدوا تحبوا. دونك هذه هديه اون بلوس.
دو حقها تاع العيد تاع الحلويات ويدوا لها مثلا طرف قماش. زمان كانت العروس البنت يعني تطول وهي تجهز تخيط، ماشي كيما دركا كلش عندنا الملابس الجاهزه. نعم. كان يعني تاخذ وقت في التخيط، تحضيرات تاع الجهاز تاعها وتخيط. كل مناسبه دينيه يدوا لها فيها طرف قماش، يدوا لها فيها باغ اكزومبل اون روب، يدوا لها فيها حاجه هذه يعني باش يعاونوها معاونه ليها. وهو اصلا يقول لك مالهم او يولي ليهم، دونك يعني تعاود ترجعوا للعائلات، تعاود ترجعوا للبيت الزوجيه. نعم. شنو هو اغرب شيء سمعته نسرين؟ قلت لي الهواتف النقاله. انا سمعت الهواتف النقاله. قالك الهواتف النقاله مي دوموندي ودركا المهيبه يجيبوا لهم هواتف نقاله. سيد جمالك تضحك، عندك اجابه ربما. صح غريب هذا الشيء عليك؟ ماشي غريب والله، انا بالنسبه لي والله ما غريب دوك في الوقت اللي رانا فيه. كل حاجه ما هي غريبه. تشوفي حوايج كاين حتى الكمبيوتر، يعني اجهزه كذلك. أجهزة الكمبيوتر. نعم. طيب نسقت السيده كنزه، شنو هو اغرب شيء سمعتي على المهيبه؟ ما تقول هاتف النقال. هاتف النقال. نسيتي نسرين كانوا يدوا لها حوايج تاع الذهب. فوالا خويتي تاع الذهب. خطره كما قال طف قماش اللي تخيطوا حوايج تاع التصديره. فوالا. يعاونوها. يعني تعاونوها. نعم. طيب كل عادات، كل واحد والعادة تاعو وتقعد مهيبة. أكيد. كل واحد وش يحب. وقال لك اللي في يده، احنا نقولوا مثله اللي في يده كل يوم عيدو. اللي عنده دراهم وقادر ويعني ميسور الحال وحبوا يهدوا لعروستهم حتى سيارة، لما لا؟ بصحتها. يسعدها. نعم. طيب الآن نروح ونختم مع عبد الرحيم. حكينا فقط على العمل ديالك اللي قمت به في هذا الشهر الفضيل. كان عندي دور ثانوي في مسلسل قصة حياة. إيه. تحت اسم بشير. بشير. بشير هو من مجموعة تاع قمرة. قمرة تسرق ذراري. نعم. يخدم معها وهذه شغل نسرق ذراري ولا تشوف كش واحد متشرد تخدم بيهم تطلب بيهم. إيه. وكيفاش جاك الدور الصعيب عبد الرحيم؟ ما جاكش صعيب. نعم. هذه أول مشاركة لك؟ هذه أول مشاركة لي. طيب وش تتمنى يعني في المستقبل ربما في هذا اليوم؟ ان شاء الله يكون عندي كاش دور رئيسي في المستقبل ان شاء الله. يا رب. نروح باخر سؤال مع السيده كنزه بن يوسف. احكينا فقط ربما الحلويات التقليديه الجزائريه اليوم كاين ناس يشتكوا من الاسعار، يقول لك اسعار مبالغ فيها نوعا ما، وش رايك في هذا النقطه؟ كاين صح كاين اسعار خياليه. خياليه صح. شحال تقريبا يعني وصلت؟ كان حتى 35000 حبه. 35000 تاع اللوز. تاع اللوز. لوز. نعم. وتصبيها الشكل تاعها نفسه مع الحلوى اللي تكون. كاين يشروع على حلواجيات وتبيع في الحانوت. كيفاش تشري على الحلواجيه؟ تشوف حلواجيه تخدم معاهم. نعم. يخدموا لها الحلوى شغل طلبيه، هي بوغار طلبيه. طلبها عند الحلواجيه ومن بعد هي تعاود لها البيع في الحانوت. في الدوبلي البخي من بعد دوزيام ما. نعم. طيب ان شاء الله ربما الاسعار تستقر كذلك. كاين بزاف بالنسبه لي والله ندرس السعر باش يكون كما نقولوا على مقدور. نعم. تكون في الجميع. نعم. الزبونه وانا كانت ما نضرش روحي كذلك. نعم لانه تعيي فيها صراحه. روحي تقضي روحي البيت. صح مع البيت والعمل. والعمل داخل البيت كذلك. نعم ان شاء الله ربي يقدرك ويقدر كل المشاهدات اللي صنعوا او اللي مهتمات بهذا المجال. الوقت خلاص معنا في هذا البلاطو الاخير. نسرين كلمه اخيره تقوليها للجمهور. كلمه اخيره نتمنى التوفيق والنجاح لقناتنا القناة الوطنية إن شاء الله يا رب. نتمنى عيد مبارك لكل عمال القناة الزملاء وعلى رأسهم السيد أحمد درويش المدير العام. نعم. كما أتمنى طبعا عيد سعيد وشفاء العاجل لأمي الحبيبة إن شاء الله يا رب. ولكل إخواتي أخواتي أولادهم أزواجهم وطبعا أولادي وعائلتي الصغيرة إن شاء الله. عيد سعيد لهم كذلك من قناة الوطنية. سيدة كنزة كلمة أخيرة. نشكركم على الدعوه. شكرا لك. شكرا. شرفتينا. يسمك. تحبي ربما يعني تجوزي عيديه في هذا الصباح؟ صح عيدكم كامل عائلتي عائله بن يوسف صحنون المنصبه. نعم تحيه خاصه لهم وصحه الوالديه ان شاء الله. شكرا لك سيده كنزه. سيد خوخي جمال كلمه اخيره نورتنا اكيد في البلاطو. نقول عيد مبارك لكل الامه الاسلاميه وخاصه الاهل تاعي. الزوجة. نعم. عندي البنات بلاك يزعفوا عليك سيد جمال جستهم والله
عندي زوج بنات مزوجين، عندهم زوج دراري، وحده طفله وطفل، وحده زائر كيما زادت عندها بنيتها. نعم تحياتنا لها. والاخرى عندها ثاني زوج ولاد، عندي طفله وحده يعيش معايا في الدار، بنات خويا. نعم فاميليا تاعي كاع. نقول لهم لكل العائله تاعك صحه عيدكم ولكل الشعب الجزائري. عبد الرحيم، واش توجه كلمه للمشاهدين والعائله تاعك كذلك؟ يعطيكم الصحه على الاستضافه. نوجه تحيه ليما ياسر، يما خالتي، عائلة تاعي. نقول لهم صحه عيدكم وصحه عيد جميع الشعب الجزائري. نعم وصحه عيدكم انتم تاع قناة الوطنية. نعم شكرا لك عبد الرحيم، شكرا لكم انتم كذلك مشاهدينا، ما زلنا معكم في ايام العيد، عيد الفطر المبارك. نروح نشاهدوا هذا التقرير ونتعرفوا كذلك على عادات وتقاليد الشعب الجزائري شرقا وجنوبا شمالا كذلك، نتعرفوا عليها في هذا التقرير لزميلتنا ملاك، ولنعود للبلاتو. يلا بعد 30 يوما من الصيام والقيام يأتي يوم الفرحة بعيد الفطر المبارك. كل شيء يأخذ طابعه ابتداء من صباح يوم العيد. تمتلئ المساجد عن آخرها بالناس الذين يقصدونها للصلاة وترديد التكبيرات والاستماع لخطبة العيد. هي فرصة دينية لتبادل التهاني والمباركات بصينية القهوة النحاسية المزينة بالحلويات التقليدية بكل أنواعها وأشكالها، ولا سيما أذواقها المميزة حسب كل منطقة جزائرية. فنجد المقروط والتشارك والغريبية يتربعان وسط كل طاولة، ولا تكتمل فرحة هذه المناسبة الدينية إلا بزينة اللباس التقليدي، فتتزين المرأة بلباس الجبة والقندورة وغيرها من الألبسة التقليدية التي تعبر من خلالها عن أصولها وتراثها. هو عيد الفطر بأجوائه التراثية يلم شمل العائلات بصلة الأرحام وتبادل الزيارات. يجتمع الأقارب والجيران في جو ملؤه الود والمحبة حول الطاولات المحضرة بالمأكولات التقليدية، متشاركين فيها فرحة هذه المناسبة الطيبة. عودة لكم من جديد مشاهدينا، تحياتنا لكل المشاهدين اللي التحقوا بنا الآن، ونقول لكم عيد سعيد كل عام وانتم بخير، كل عام والجزائر بخير وعلى خير مرة تانية لكل المشاهدين اللي التحقوا بنا الآن. وأكيد في هذا البلاتو جونا ضيوف آخرين راح نستقبلوهم مع بعض في بلاتو صبيحة العيد معنا ومعكم على قناة الوطنية تي في. نرحبوا بداية بالفنان غني الجزائري. صباح الخير، صح عيدك، شرفتنا. شرف ليا، صباح الخير. نقول عيد مبارك اللي هم يتفرجوا فينا، نقول لهم الجزائريين صباح الخير عليكم وصحة عيدكم وكل عام انتم بخير، ان شاء الله ينعد علينا بالصحة والهنا والبركة وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله يا رب. كذلك حاضر معنا الشاب كريستال، صباح الخير، صحة عيدك، نورتنا بحضورك. يعيشك أختي كريمة، بارك الله فيك على الاستضافة، ونقول لكم عيدكم مبارك، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية كل القناة الوطنية، نشكركم على هذه الاستضافة والفنانين اللي معنا، بارك الله فيك. شكرا لك، شرفتنا بحضورك مرة ثانية. نستقبلوا كذلك سليم جوهرة، صباح الخير، صحة عيدك، كل عام وأنت بخير. صباح النور وصحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير وكل الشعب الجزائري، شكرا على هذه الاستضافة القناة الوطنية. شكرا لك كذلك سليم. ونرحبوا باخر ضيفه لراهي معنا اليوم، سيده سهيله لورجان، مصممه الازياء. صباحك خير، نورتينا في البلاطو، صحه عيدك. صباح الانوار، عيدكم مبارك. نحيي كل الامه الاسلاميه والشعب الجزائري بمناسبه عيد الفطر، يعني نعيده بالصحه والهنا ان شاء الله يا رب. عيد سعيد لكل الجزائريين ولكل الامه الاسلاميه كذلك. نبداو معاك غني الجزائري، عميد الاغنيه الجزائريه والعاصميه، اللي دائما تحضر في كل الحفلات الجزائريه في كل الاعراس والمناسبات كذلك. الاغنيه العاصميه مفروغ منها، اغنيه جميله نقيه بكلماتها بالموسيقى ديالها كذلك، واش تحكي لنا عليها في هذا اليوم المبارك؟ واش نحكي لكم؟ نحكي لكم نقول لكم باللي الحمد لله عادت الموسيقى والاغاني الجزائريه، يعني ولات كيفاش يقولوا، يقول لك عالميه. الناس رجعت الاغنيه الجزائريه رجعت مستورده،
وهذا الشيء شرف لينا حنايا. الاغنيه الجزائريه او الاغنيه العاصميه؟ شوفي انا ما نقدرش نقول عاصميه، انا نقول جزائريه. نعم جزائريه، احنا جزائريين. لا لانه انت متخصص في الاغنيه العاصميه صح غني؟ متخصص في الاغنيه الجزائريه. نعم يلا جزائريه وي. نعم. سبيساليتي بيان سور الجيروا سي توت افي نورمال باسكو راني ساكن في الجي وراني وليد الجزائر. نعم و جو سوي اوريجينير اوسي ازفون يعني انا قبائلي. نعم. اوريجين نغني كانت قبائلي من حب الجيروا. نعم. واليوم كذلك حاضرين معنا من الشرق من الغرب شاب كريستال كذلك حاضر معنا بالأغنية الجميلة ديالو. ربما عندك طابع خاص مميز اليوم، حبينا نجمعوكم في هذا البلاطو باش نتجمعوا تقريبا 58 ولاية ما نقدروش أكيد لأنه الوقت ضيق والبلاطو صغير، كذلك ما نقدروش نرحبوا بكل الفنانين الجزائريين، لكن حبوا كل واحد يمثل الأغنية ديالو. شاب كريستال واش تحكي لنا على الطابع ديالك اللي تغني فيه؟ طبعا تاعي الاخت كريمه، حنا الطابع الشتاوي وصطايفي، تما نقدر نقول لك انا مختص بزاف شاوي وصطايفي. نعم. وكاين فرق بين بين الشاوي وبين الصطايفي، تما حنا نقدروا نقولوا يشبهوا في بعضهم بصح ما يشبهوش في بعضهم. يشبهوا في الكلمات؟ لا لا يشبهوا في الريتم. في الريتم. الريتم نعم. يشبهوا بصح قضيه الطبع كما قال لك الاخراني يتفرقوا شويه. كما الصطايفي، الصطايفي عنده اداء والشاوي عنده اداء. نعم. انا تقدري تقولي متخصص في هذا الستيل هذا، نغني لي دو ستيل هذا. عندي شاوي وعندي صطايفي. وشنو هو الستيل اللي قريب على قلبك اكثر شاب كريستال؟ يعني حقيقه في زوج قريب على قلبي باسكو انا دبلوماسي اليوم. يلا خلينا بعيدين. نو تما درك فهمت، انا عايش في منطقه الشاويه، عايش في عين مليله. نعم. تحياتنا للناس الشاويه، نحييهم نقول لهم عيدكم مبارك. والتاخير الاخر هذه كما نقولوا الاواخر الاخرين هادو برونشيت في الستيل ستايفي. نعم ستايفي تراديسيونال تاع بكري كما نقولوا بالزرنه وكذا. والحمد لله لقيت يعني رواج فيه، يعني لقيت روحي فيه. بصح نقدر نقول لك تما نغنيهم في زوج، يعني في زوج راني بيان فيهم. الحاكم طبعا الحمد لله. نعم اكيد راح يسمعك الجمهور في البلاطو. نروحوا الى سليم جوهره واغاني شرشال. الله الله عليكم. هذا هو طبع تاعنا في ولايه بازا، باسكو هنا في ولايه بازا عندنا طبوع كثيره مغنيه يعني. نعم. عندنا في جهه فوكا وقلي عاد وهندو ستيل، في شرشال كاين ستيل. وشنو هو احكي لنا يعني، انا في العيد نحبوا نتعرفوا على الطبوع الجزائريه. مثلا اليوم جيت غني لكم اغنيه تاع يعني سيدي معمر، وهي معروفه في المنطقه تاعنا، في المنطقه كاع يعني شرشال تنس هذو كاع كما يقولوا عرف تاع سيدي معمر. وكاين دي طبع اخرى في عندنا كما طابع تاع الدينان، هو طابع امازيغي. كنت غنيت في يناير اللي فات اغنيه حكايه يعني في تاع يناير الخاصه بالمنطقه تاعنا يعني. نعم غنيتها بالامازيغيه. غنيتها بالامازيغيه تاعنا. كاين اللي يقولوا لها الشنويه، كاين اللي يقولوا لها الشلحيه. غنيتها ويعني لقات رواج يعني لاباس به. نعم. في الساحه الفنيه. وعندنا طابع الاندلسي اللي موجود في القليعه. نعم. وهاو يعرفوا الاخ هاني وشرشال ويعني ومليانه والى اخره، كل منطقه يعني كما نقولوا بالاخر الوسط الغربي تاع الجزائر يعني. نعم. هذه المنطقه جاي هما تقريبا متشابهين مع العاصمه، ربما الاغاني العاصميه صح؟ فعلا هو داخل في الريبرتوار تاع العاصمه. نعم نعم اكيد رايحين نسمعوك كذلك اليوم. الجمهور عنده يعني تنوع في الطبوع الجزائريه في بلاطو صبيحه العيد لقناه الوطنيه. نروحوا الى السيده سهيله لورجان مصممه الازياء التقليديه الجزائريه، اللي لازم احنا في كل عيد في كل بلاطوهات الاعلام كذلك لازم يعطي حق كبير للالبسه التقليديه حفاظا على الموروث ديالنا الثقافي المادي واللامادي كذلك. اكيد يعني كما نعرفوا بلي اللباس التقليدي هو جزء من تراثنا. الوغ لازم يكون متواجد في الاعياد والمناسبات تاعنا بيان سور. نعم نعم. وكما اليوم راني لابسه هذا الكراكو من تصميمك يا سيده سهيله، شكرا لك. يعني دائما انت ربما تحافظي على اللباس التقليدي الجزائري، تحافظي عليه من الزوال وتحافظي عليه كذلك من العصرنه اللي تخرب شويه في اللباس التقليدي وربما يعني تنحيه وتنحي الشكل ديالو الاصلي. شوفي انا يعني ندخل العصرنه في التراديسيون التراديسيونيل، مي توجور نحافظ على اللمسه التقليديه، يعني اللمسه التقليديه ما نحيهاش باسكو الا نحيناها تقول شي حين نحذفوها كومبليتمون. الوغ نسيو كيفاش نطوروها باش نروجوها للخارج باش يقدروا من الدول الاخرى يقدروا يلبسوا لي تيني تاعنا.
فوالا. قولي لي فقط يعني اللباس التقليدي الجزائري بما انك مصممه ازياء وخديتي كذلك القاب في هذا المجال، وشنو هو العمل تاعك يعني تحديدا لحفاظا على الموروث الثقافي الجزائري؟ شوفي بخميامون نخدم بوكو بليس مع العرايس الوغ اكي عارفه الوغ كي تخدمي العروسه اللي مات العروسه اكسيتيرا نخدموا التقليدي بزاف، وتانيك باش نحافظ على لي تراديسيون تاعنا نشاركوا في المحافل اولا الوطنيه اللي تكون داخل الوطن. نعم. يعني وين يعيطونا وين يعرضونا وين دائما نلبي الدعوه باش نبينوا لي تيني تاعنا، وكي تكون كاين فرص خارج الوطن اكيد نروحوا خارج الوطن كيما راني تلقبت دو فوا ملكه اللباس التقليدي الجزائري في مصر. نعم. باش نحافظوا اكثر اكثر على لي تراديسيون تاعنا نعلموهم لاولادنا كيما انا دوكا ندير اني مكونات المكونين يعني فورماتريس دو كوتور يعني أنا نكون في أجيال. نعم تكوني شابات يجوا لك شابات ولا حتى نساء كبار يحبوا يحافظوا على اللباس التقليدي. شوفي عندي راهم يتكونوا شابات مام اللي قاعدين في الدار اللي يخدموا مام عندي حتى طبيبات جو تكونوا عندي. ما شاء الله يعني ما شاء الله. يلا غني الجزائري الجمهور الجزائري حاب يسمعك الآن بأغنية في البلاتو نحو نسمعوها مع بعض. قولي فقط وشنو هي الأغنية؟ خليها لكم مفاجأة للجمهور اللي يشوف فينا ومفاجأة للحباب اللي قاعدين معنا. يلا تفضل غالي. شكرا. انعموا عليها هاد الكلام ولفتك بيه وتربيت عليه انعموا معلي هاد الكلام ولفتك بيه وتربيت عليه ما تعرف المعان والعبور ما عندك لا شان لا قدر ما تعرف المعان والعبور ما عندك لا شان لا قدر غير لفظ الشيء اللي موالف بي زين اللي عطاك الله مثل وما نلقاش زين اللي عطاك الله مثل وما نلقاش ديما في بالي النهار والليالي ما غابش مرة فيه قلبي تجرى كيف تعامل يا ناسي كيف جنينان زين فيه ولني خلاني مهون كيف ندير يا لله كيف جنا عمان على شهاد الباطل القوانين عناش من ليرتك عيني ما صبرتش خلاص خلق ربي في حسن الدار
في القلب اللي يبغي في روحي وانا عيني يا الزينة يا بنت الحومة هبلتي بنيدة الحومة اليوم كحلي عيونك نظريات يا الشيعة في البنات خلق ربي في حسن الذات يا الزينة يا بنت الحومة هبلتي وليدة الحومة مليومة ميرسي يعطيكم الصحة شكرا لك غاني الجزائري متعتنا صراحة بهذا الأغنية العاصمة الجميلة شكرا لك مرة ثانية الشكر للجمهور يعني اللي ياوي يسمع فيها قانيت نعم نقوله إن شاء الله برك عجبتهم هذا مكان شكرا لك نعم نروح الآن إلى سليم جوهرة وين جيتنا من منطقة شرشال تحديدا تيبازا احكينا فقط على العادات والتقاليد في أول يوم من العيد كيفاش يعني انتوما في البيت في العائلة الكبيرة كذلك هنا يوم العيد نسلموا على الوالدين و كيما قاعد يديروا ناكلوا القاطو وكيما قاعد الجزائر قاعد نسلموا شحال الخمس قل لي فقط يعني ما عندكمش عادات خاصه ربما تحيوها في هذا اليوم المبارك لا ما عندنا يعني كيما قال كيما قال الجزائر يعني نعم طيب نروح الى عين مليله تحديدا بنحب نعرفوا العادات والتقاليد في هذا اليوم المبارك تحديدا في الولايه ديالكم عادات يعني عادات وتقاليد كيما سائر الشعب الجزائري صلاه العيد نعم نغافروا الجيران الاحباب الاصدقاء هل في حاجه مميزه يعني بمنطقه عين مليله تحياتنا لهم اكيد شوفي الشرق الجزائري كما انا درك هنا راح نمثل الشرق الجزائري نعم عين مليله عنابه باتنا قسنطينه بكل يعني تقدري تقولي عندنا نفس لي تراديسيون براس كيف كيف كما الحلوه لازم لها القاطو كما نقولوا تاع هو القاطو اللي طيبوه سبيسيال تاعكم البقلاوه والقطايف والمقرود هادو لازم ما يخطيوش يعني هادو لازم يكونوا في الطاوله لازم يكونوا في الطبله نعم وكما نقولوا في الغداء نقدروا نديروا شخشوخه نديروا شخشوخه زعما شخشوخه ورد بفر صحيح نعم سيده سهيله واش طيب انت في اول يوم انا نشاطروا الراي باللي احنا لي تراديسيون تاعنا كامل متشابهين يعني شرق غرب جنوب شمال كيف كيف يروحوا يصلوا كي يصلوا ويجوا لازم كي يجوا يصيبوا الدراري كاع مسقمين وستفين ولابسين حوايجهم نعم والقاطو شوفي كيما قال لك لازم انا في الطابله تاعي نحط خديسون ما نقدرش ندير حبيبه ولا زوج زعما حاجه مودرن مي تشارك المسكر ما يخطيش المقروط البقلاوه هادو شبه الطابله تاعنا نعم فوالا وحدنا نعم اما هو القاطو المميز يعني هنا في منطقه تاع الجزائر في العيد عندنا تشارك مسكر لا يعني ما كاينش اللي ما يديرش تشارك مسكر وشنو هو غن هي حلوه الطابع حلوه الطابع صح عندها جمهور كبير حلوه الطابع حلوه الطابع صح كاينه انا في الشرق غالمون العيد لازم يكون معروفه في الجزائر لازم يكون حلوه الطابع نعم انا يا صراحه نحب كي نشوف التشارك المسكر فوق الطاوله انا نحب حلوه الطابع وكاين يقولوا لها وكان انتم يقولوا لها طرونيه فوالا كاين اللي يديروا الغريبيه ثاني غاني كاين اللي يديروا الغريبيه كاين اللي يديروا كانت سامسا قريوش نعم معسلات يعني بون القطايف بون حنا في الجزائر نهضر كاع الجزائر الجزائر يديروا المقروط السامسا حلوه الطابع وتشارك العريان وتشارك المسكر ثاني لازم في الجي يعني الجزائر الناس الجزائر يديروا نعم ماتنو الشرق واقيلا ديروا انتم ديروا المقروط حنا على بالك كاين على بالك اللهجه تختلف نعم حنا في الجزائر نقولوا المقروط قال يقولوا المقروط انتم تقولوا المقروط بدا لا بدا اكيد كل ولايه عندها لهجتها الخاصه بها المميزه بها تحياتنا لكل الجزائريين نقول لكم صحه عيدكم مره ثانيه نحب نعرف يعني العيد فرحة أكيد ربما يعني نتزاوروا بين الأقارب ديالنا نقبلوا العائلات ديالنا هل تشوفي سيدة سهيلة اليوم أنه في عادات جزائرية راهي تزول وراهي تروح مع مرور الأعوام شوية راهي دوكا مع الانترنت ولاو غير لي ميساج بصح حنا الجيل ديالنا يختي مازلنا
العجوزه في بلاصتها والوالدين في بلايصتهم والخوال والعمام، يعني العموم مازلنا احنا نروحوا ونتواصلوا معاهم في الاعياد. نعم، يعني انت تنقلي شخصيا العائله ديالك وتغافري معاهم كما نقولوا. وي باسكو عام كامل ما نتلاقاش، بعدا نزيدوا نديروا تبهديل في العيد ما نروحوش، عيب. نعم، يعني اوما تقول شي الخال والعم سي اون اوكازيون اللي باش نغفروا على بعضنا بعض. هذا اللي تراديسيون راحوا، يعني نهضروا صراحه انه صح صح ما بقاش كيما بكري. تما من اي ناحيه شاب كريستال؟ من اي ناحيه؟ الناحيه اللي ديجا الناحيه الاولى انه ديجا البورتابل هذا طغى، ما دام عندها الحق. نعم. ويولي ديبلاسي ولا كذا تلقى يبعث لك ميساج عيدك مبروك كذا، ولا يبعث لك في التليفون، ولا يدير لك ان كود فيل عيط لك باش يديبلاسي لك. ما بقاش صعب كري، تما تولي تروح لعند الناس اللي قرب بزاف، سواء سبانك سواء لا فامي كيما نقولوا، عمامك خوالك، وكي لو تبعد عليهم هاي تسمى. نعم. طيب دائما احنا نتمنى ودائما تقعد هذه العائلات يتزاوروا ما بيناتهم، تقعد المحبه بين العائلات الجزائريه وبين الجزائريين ككل. شاب كريستال، انا حابين نسمعوك الان ان شاء الله، نحن نستمعوك ويستمع لك الجمهور في هذه الصبيحه، صبيحه العيد ان شاء الله على ربي ان شاء يلا الله. يلا تفضل. يا مضربوني يا مضربوني يا مان يا نام ما بيتوني باران يا والله يا روح هذا الايه راح شعل
يصير بيني نشربها اي نشرب عناي ونفرغ بيديا يا لال اللي ويانا ونفرغ بيديا فرغ بيديا وعلى الحوسه داتي هنا دارو فيا يا لال اللي ويانا يرعبا أبا يطرب يا شكرا شكرا لك الشاب كريستال عايش كراني طبعا شكرا أحبك يا العمرية نحبك يا العمرية منين جات هذه حبك يا العمرية هذه سي اون شونسون يعني تقدري تقولي اغنيه قديمه هي في الصح هي اللي ارتاعها هي نارك يا بو نارين وشي وانا بدلت الكلمات رديتها عيني شافت الزين وعشقاتك غير انت هي نعم تما واكي سمعتي هذا هو جديد ديالك شفت لا هذه لا هذه عندها ديجا دوزون ديجا عندها دوزون ملي تلقتها وشو دارت لي رواج يعني دارت لي رواج كبير كما نقول نعم لاقت اعجاب من الجمهور لاقت اعجاب يعني تقدري تقولي هذه اللي زات برونشاتني في لو ستيل هذا سيتي فيان نعم بالمناسبه نحيي المايسترو رابح بنيا وعمي نور الدين ثاني زرناجي نحيي الصحه باسكو هما شغل حنا يسينا باش نحيو لو ستيل هذا باسكو هذا لو ستيل تقدري تقولي بدا يروح ولا راحوا لي زونسيان سمير الصطايفي ربي يرحمه شغل عاد شويه قليل اللي يخدموا لو ستيل هذا دابا انا شغل سييت هكا باش رديت والحمد لله يعني تلقيت انا رواج كبير الاغنيه هذه نعم واستخدمت ثاني من وراها في الشاوي كذلك دل واحد الواحه الاغنيه دل واحد الواحه غير كي طليت طلقتها عندها واحد امو هكاك نعم يعني ما شاء الله يعني تقدري تقولي لاباس هذا هو الجديد تاعك دل واحد الواحه هذه اللي طلقتها غير كان عندها ام ولا لا جديد مازال نعم فوتوا شربنا الماء ان شاء الله درك فوتوا نعيدوا على خير وعافيه ومن بعد نمارسوا في الصح تعطي موعد للجمهور ديالك شوف ان شاء الله باذن الله باذن الله نعم ان شاء الله نروحوا الى سليم جوهره اللي دائما منور في البلاطو عندك اغاني يعني ما شاء الله عليها صوتك جميل ورائع احكي لنا على اخر الاعمال ديالك اللي قمت بها قلت لك اخر الاعمال اللي درتها تاع يناير هذه في لا اغاني يعني قمت بها وحيتها ربما او حفلات حيتها ايه درت عده حفلات هنا في الجزائر وخارج الجزائر درت مهرجان ديوان في بشار نعم. في 2014 ودرت عده جولات اطار الاسابيع الثقافيه ولا حتى الحفلات هذو اللي تنظموا هنا وهناك في الولايات كاع تاع رمضان احكي لنا لقائك مع الجمهور يعني كي تكون على الخشبه وتتعامل مع الجمهور اللي حاب يستمع ليك الشاب سلمى انا دائما كي تلاقى بالجمهور نحب تكون العفويه مع الجمهور ما نحبش البروتوكولات بزاف نعم نحب تكون العفويه هكا الجمهور يغني معايا وانا نغني معاه شغل البسطه البسطه انا نحب البسطه نعم مالك تتعامل مع الجمهور اللي يكون امامك والان الجمهور حاب يستمع ليك يا ان شاء الله ان شاء الله نروحوا نستمعوا لاغنيه من اغانيك هذه اغنيه من التراث قلت لك تاع التراث نعم التراث تاع الشرشالي يعني اللي هي سيدي معمر سيدي معمر سيدي يلا نحصل هذو كاع يعني المنطقه كاع الاهل يعني العرف تاع كيما يقولوا عرف سيدي معمر يلا نحن نسمعوا ليها سلم تفضل يلا سيدي معمر يا بابا اه يا بابا يلي قصيدك رهابة يا مولى البرهان ويا علايتي سيدي معمر يا عليت السادات يا علايتي بومك على حرمات خميسيات ويا علايتي سيدي معمر يا عليت السادات يا علايتي بومك على حرمات شرشاليات الله عليكم سيدي وسيدي
عليتي سيدي معمر يا ليت السادات يا عليتي بومك حلا حرمات خميسي يا الله 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 ليك سيدي معمر أغنية من التراث الجزائري. شكرا ليك نورتنا أكيد في البلاطو. وسليمة جوهرة كلمة أخيرة تقولها للجمهور. نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وكل عام إن شاء الله الجزائر بخير. هذا هو شكرا. شكرا ليك غاني الجزائري كلمة. نقول صحة عيدكم الناس اللي عم يتفرجوا فينا هذا الوقت. نقول صحة عيدك لعائلتي الوليدي اللي يشوف فيها لطفي يقولوا صحة عيدك والفنانين اللي عم قالت يشوفوا فينا قولهم صحة عيدكم والباقي اللي رايك معنا قولهم صحة عيدكم. شكرا نورتنا في البلاطو غني الجزائر اللي دايما تحضر معنا في قناة الوطنية. أنا عندي أبونمو معها حتى الجمهور يحبك. شكرا لك مرة تانية وصحة عيدك مرة تانية. كريستال شاف كريستال واش تقولنا؟ يعني مناسبة هذه نقول لكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير شعب الجزائري الأمة الإسلامية. يعني الوالدين بابا وما نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام انتم بخير وربي يطول عمركم إن شاء الله خليكم تاج فوق رأسنا إن شاء الله. وليدي تاني زين الدين نقول عيدكم مبارك وربي يوفقك إن شاء الله في حياتك. نعم. الزوجة الكريمة وكاع اللي يعرفونا واللي يعرفونا من بعيد ولا من قريب الجمهور تاعنا نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام انتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. سهيلة واش تقول لنا في اخر ربما كلمه ليك للجمهور؟ اولا نشكركم على الاستضافه ونقول عيد مبارك لكل الامه الاسلاميه والشعب الجزائري. طبعا هذا الطاقم طيب له معايا وجنود الخفاء ونقول خاصة تحية خالصة للمتابعين توعي الأهل ديالي لوليداتي الزوج تاعي الأم تاعي لا فامي تاع راجلي ولا فامي تاعي. كلمة أختي معليش نسيت برك باش ما يغيضهمش الحال. يلا تفضل. عندي الطفل خويا في ديار الغربة. نعم. نقول له عيدكم مبروك مونير خويا والزوجة تاعه وليداته. وعندي الطفلة أختي ثاني في الماريكان نقول له عيدكم مبارك أختي كل عام أنتي بخير. وأختي الكبيرة اللي في جيجن نقول له عيدكم مبروك أنتي وليداتك إن شاء الله. شكرا باش ما يغيضكمش العابك. شكرا بارك الله فيكم. شكرا ليك. تحياتنا كذلك لأبناء وطننا في ديار الغربة. نقول لكم كل عام وأنتم بخير رانا معاكم هنا باش نتقاسموا أجواء العيد ومازلنا معاكم مكملين في هذا الصباح. نروحوا الآن نتعرفوا على تهاني الجزائريين بأول أيام عيد الفطر المبارك. نروحوا نتعرفوا عليها ولا نعود للبلاطو؟ يلا بصوا نقول لكم عيدكم مبارك. تهنياتي كاع للشعب الجزائر وتهنياتي اللي لهم في الغربة تاني أصعب لخياتي لخالاتي كاع اللي راهم بعاد عليا. ها نقول لهم كامل لافامي بصحة عيدهم قبل كل عام إن شاء الله. إن شاء الله يعيدوا بالصحة والهنا ويكونوا بالصحة هذا مكان وصحة عيد توت لا فامي لو خلواتي سورتو مون ماري كريم الأب والأم الكريمة
الوالدين كما يقولوا راس المال تاج فوق راسنا. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. فرق كبير يعني كما يقولوا كسمة على الارض. بنت العيد تاع زمان حاجه وهذه المره حاجه واحده اخرى ماشي كيف كيف. بين زمان كانت كما يقول لك اسمو حلوه، كان كما يقول لك كيبقى العيد سمانه ولا 10 ايام تصيبي شغل الناس متلمين في دار واحده يطيبوا القاطو كيف كيف، يجوزوا كما يقول لك مام اسمو 10 ايام الاخرين تاع رمضان يجوزوهم كيف كيف. كانت حلوتها كبيره اكيد مع الاهل الله يرحمهم، مع الاقارب، مع الجيران. كانت بكري عيد نستناوه شهر وحنا نستناوه في العيد. تبدل كلش، تبدل الحلاوه الحنانه كلش تبدلت هذا الوقت ماشي كيف كيف. ودوكا كما يقول لك تبدلت دوكا، انا نشوف دوكا مام صيبي اسمو سيرة راهي ما كاش. كي جا الهاتف التليفون وكذا ولا غير في التليفونات، الو واش راكي لاباس وكذا بصحة عيدك بصحة عيدك وخلاص. يا حسرة يا حسرة، زمان زمان كانوا جداتنا كانوا هما يوجدوا كل شيء في الدار. واقفين مع بعضهم، هذه تمد الهادي هذه تعطي الهادي، ما كاش واحد يقعد بلا ماكلة، واحد ياكل واحد ما ياكلش. دوكا كل واحد في داره، كل واحد غالق بابه. صحيح كيما يقول حضارة مليحة بصح كاين ولا شغل كيما يقولك ايام في التليفون يبعث له ميساج صح عيدك عيدك باش ما يروحش ليه برك. هذا ما كان دوكا عندي فيرونس مام سواء في الحلوه ولا في تحضير الاقارب ما كانش يحط السنيوه تاعو بالطباع وتخرج مليح كيما تشارك العريان. الله الله تاع زمان المزهر دوكا راه كلش كاين دوك لي كوموندي ماشي غير يدير الحلوه. هذه اللي راحت لنا البسمه هذه وهذيك الحياه البسيطه اللي راحت لنا اللي ولات لكل واحد نفسينا. عودة لكم من جديد مشاهدينا، تحياتنا لكم انتم اللي التحقتوا بنا الآن على قناة الوطنية. ما زلنا معكم نرافقكم في صبيحة العيد، نتقاسموا معكم أجواء العيد وفرحته. العيد فرحة لازم نعيشوها مع بعض ولازم نتقاسموها مع أحبابنا وعائلتنا، ولأنكم أنتم كذلك عائلتنا التانية نحبوا نتقاسموا معكم هذا الفرحة. وكاين ضيوف كذلك رايحين يرافقونا في هذا البلاطو الثالث من صبيحة العيد التحقوا بنا الآن، وأولهم نرحب بشهرة اللي حاضرة معنا اليوم. صباحك خير وعيد مبارك. صباح الخير أختي كريمة، وعيدك مبارك ليك، وعيد مبارك للقناة الوطنية، وعيد مبارك لكل الشعب الجزائري سواء في الداخل ولا خارج الوطن. شكرا لك شهرة، مازلتي معنا أكيد وراحين نحكو مطولا ومع الجمهور كذلك ونستمعوا ليك في هذا العدد الخاص بصباحة العيد. نرحبوا كذلك بأديانا مغنية في الطابع الصيفي والريوي كذلك. صباح الخير وصحة عيدك ديانا. الله يسلمك، صباح الخير عليكم، صباح الخير كامل الأمة الجزائرية. نقول لكم مبروك عيدكم، كل عام وانتم بخير سعيد وتزيدوا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وجيسبيغ تكون تخي بيل جورني معكم، وصافي بليزير بلي راني معكم اليوم. شكرا لك ديانا. كذلك نرحبوا بياسين بن شقرون اللي جانا اليوم، خليت يعني فرنسا وجيت تعيد مع الاهل ديالك وجيت تعيد مع الجزائريين. صباحك خير ومرحبا بك معنا. اهلا بك، صحه عيدك. الله يصحى عيدك، صباح الخير عليكم، صحه عيد الشعب الجزائري وشعب المسلمين كامل في الكون. نعم. يعني شكرا على الاستضافه. شكرا لك قناه الوطنيه تي في. شكرا لك. نرحبوا كذلك بنزيمة خربيشة. صباح الخير نزيم، صحة عيدك. صباح الخير عليكم، صحة عيدكم، يعطيكم صحة للاستضافة. نتمنى لكم عيد مبارك لكم وجميع الشعب الجزائري وجميع المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، عيد مبارك لكل الجزائريين مرة تانية. نبدا معاك شهرة، دائما تصنعين اجواء رائعة في البلاطوهات التلفزيونية تتقاسميها مع الجمهور ديالك، واليوم في هذا اليوم المبارك تحبي تتقاسمي مع الجزائريين فرحة العيد. اكيد اكيد، هذا يحصل الشرف لي يعني نشوف. نعم. وانا بالبندير ويعني كل الشعب الجزائري يعني يشوفوني ويتبعوني. وانا فرحانه يعني اللي جيت نكون على المباشر ويشوفوني ونفرحهم. نعم. ونغني لهم الفولكلور تاعنا نتمتعوا مع بعض. نعم. قولي لي فقط شهره، كيفاش تجوزي اول ايام العيد اليوم راكي معنا في صبيحه العيد، يعني مباشره بعد ما تروحي للبيت واش تروحي ديري؟ بعد ما نروح اولا البيت اهلي. نعم. أبي وأمي، حتى أنا يعني نسكن أمامهم.
احنا في البيت الكبير يعني نسلم كامل اخواتي واخواتي ونجوزوا العيد مع الاب والوالده اليوم الاول واليوم بعد الثاني نروح نزور الاقارب يعني الخالات والعمات ما زال كتتنقلي لهم يعني لا. شهرات روحي ايه. وتعيدي عليهم لازم احنا التقاليد والعوايد تاعنا ما نقدروش نحوهم تربيين هكذا من صغرنا ربونا هكذا والدينا ما زال كي محافظة على هذه العادة الجميلة محافظين عليها نعم. أكيد محافظين عليها ونتمنى كذلك من كل المشاهدين يحافظوا على هذه العادة الجميلة والعيد فرحة لازم نعيشوها مع بعض لازم نتقسموها مع بعض ولازم ربما نحيوا هذه الشعائر الدينية كذلك في هذا اليوم المبارك نعم طيب الآن نعود نولي لك شهرة أكيد نروح إلى ديانا اللي مغنية جتنا يعني طابع صيفي والريوي طابع مميز يعني طاغي في الجزائر بصفة عامة لكن قبل ما نحكو على طابع ديالك قولي لي أنت ديانا كيفاش تجوزي العيد أول أيام العيد أنا والله أول أيام العيد مع دارنا في الدار نهمو جامل أون فامي لمتنا كما العادة مع دارنا خوالي خالاتي كامل نتلمو أنصامبل ودوزيام جور جيو عنا بس كوحنا الدار الكبيرة كامل يجو جيو عنا الدار نتغدب كيف كيف والعشوة نتقهوى ونبقاو نقصرو ويلي وش طيبو ديانا نتوما نهار الأول وش طيبو في العيد نهار الأول والله نديرو كسكس كل شاك جور كسكس ودوزيام جور شخشوخة سا ديبون الشتا كل نهار وكيفاش لكن اليوم الاول ديروا نديروا طعام طعام نعم وثاني ثاني يوم شخشوخه شخشوخه ولا رشته ولا صدف شخشوخه وشنو هي النوع تاع يعني كاين بزاف انواع تاع الشخشوخه تاع الطفر شخشوخه الطفر الشرق شخشوخه الطفر لازم تجيبي لنا ندوق لازم تجيبي لنا زعما غير نجيب لك نعم شكرا ليك ميرسي شكرا نروحوا الى ياسين بن شقرون يعني العيد اول مره تجوز العيد هنا ياسين لا عندي 20 سنه في الغربه بصح كل عيد نجوزوا هنا كل عيد تجوزوا هنايا في الجزائر طيب احكي لنا يعني على اجواء العيد في ديار الغربه ربما يعني مالف تجوز الاعياد والمناسبات الدينيه في الغربه طبعا رمضان والاعياد في فرنسا عندهم ذوق سبيسيال ماشي كيما هنا يعني ايجابي ولا سلبي الاقارب لاباس واللي عنده عش اقارب جا شويه صعيبه خاصه العوام الاولى نعم وتما الحبيب يولي قريب يتلاقاو الا كانوا طالبين في الجامعه يتلاقاو الا كانوا يخدموا في مجالات واحده اخرى يتلاقاو فيها خاصه في باريس وليون وين متواجده الجاليه العربيه بصفه عامه يعني نعم. بكثره هذه هي نعم ورمضان ثاني فيها سهرات فيها سهرات نعم. موسيقيه فيها يعني تتليموا احكي لي على الجزائريين يعني في ديار الغربه في هذه المناسبات الدينيه كيفاش تجتمعوا مع بعض كيفاش ربما يعني تخلقوا هذاك الجو العائلي اللي ما تلقاوهش في ذلك البلد بصفه خاصه يتلاقاو في كان يروحوا للتراويح الحمد لله كاين مساجد وكان يتلاقاو ثاني في قاعده موسيقيه سواء شعبي اندلس شاوي ويديروا حضرات فيها قلب اللوز فيها لاتاي فيها شويه كاين قلب اللوز وي كاين حيت مليح كاين وحلوه العيد حلوه العيد كيف كاين بزاف اللي يخدموا حلاوي العيد كاين مام ناس نساء في الدار يخدموا ويبيعوا الله يبارك ويبيعوا حاجه مليحه كيما هنا دوكا تقدموا حاجه مليحه من ناحيه الماده كاين بصح الهواء هذيك الهواء نلقاوها هنايا في رمضان في العيد المحال تكون كيف ماشي من كذب عليك نعم اكيد نعم وانت فضلت اكيد باش تجوز العيد وتشارك هذه الفرحه معنا في البلاطو بعدها مع الاهل ديالكم نعم طيب نروحوا الان الى نزيم تخربيشه تخربيشه منين جات يا تخربيشه نزيم منين جات كلمه تخربيشه نعم الجمهور حاب يعرف منين جات كلمه تخربيشه تخربيشه ماشي لقبي تخربيشه هو لو نون دارتيست تاعي وكيف نعم اكيد اسم الفني لو تري دو ديسان كيفاش نديسيني النوع تاع الرسم تاعي نديسيني بتخربيش دونك كاينه رسمه هنايا اللوحه تاعو هذه هي كاع هذه رايحه تخربيشها كاع وشنو هذه هي بانتور واسمها
امريكان غوتيك ماشي تاعنا تاع الجزائر. نعم. وانا قلبتها لالجيريان تما واش لي عفسه لي تجي ماشي جزائريه نقلبها نديرها جزائريه. دونك حطيت له تونغا حطيت المرادات لها الحايك. نعم. درت له صناره خفيفه هكذا يا لاريير بلون القصبه هكذا باش شغل نفكر الناس شغل نوستالجي. نعم. باش تفكري لهم بلي بلا بوب كولتور تاعنا كاين ناس يتوحشوا كيما في الغربه كاين بزاف اللي يحبوا العفايس باسكو يفكروهم في الصغر تاعهم ولا يفكروهم في باباهم ولا يماهم ولا. نعم. ديال العفسه. انت متخصص نزيم في البوب ارت. نعم. نعم اللي تنقلوا على شكل يعني صور بصريه بطبعه ولمسه جزائريه 100% كما رانا نشوفوا الحايك الجزائري تشونغاي والقصبه الجزائريه العتيقه كذلك تقريبا كل الرسومات ديالك تمثل العادات والتقاليد الجزائريه. نعم. نعم هذه هي كما يقولوا لا باز باسكو عندنا احنا عندنا بوب كولتور عندنا بوب كولتور شغل متنوعه وغنيه دونك شغل ماده اوليه. نعم. باش نقدر ندير الخدمه تاعي هذه ومنها باش نعرف على لي جينيراسيون هذوما اللي هم جايين واللي راهم هنا دوكا وشنو هما العفايس الحلوين كما احنا نقولوا تاع بكري. نعم. دونك انا تربيت مع خوالي ويحكوا لي على فايس لي يحكوا لي على لي فيم تاع بكري عمر قتلات وبو بقره هذا تما شغل هاد العفايس اللي ما مش معروفين دوكا اللي راني نسين عاون نحييهم اطراف الخدمه تاعي هذه. نعم. الله يعطيك الخير بارك الله فيك. اقسم بالله غير مانيفيك. شكرا. نعم حتى تقونه فريمون ما شاء الله حتى عنده لوحات فنيه يعني جميله فيها ربما يعني فنانين جزائريين يعرف بهم من خلال اللوحات ديالو. طيب مازلنا معاك نزيم ومازلنا مع الجمهور نروح الان الى شهره والجروب ديالكم الرائع اللي دائما يصنع البهجه. شكرا. في البلاطوهات التلفزيونيه. شكرا. انا حابين نسمعوكم شهره. يلا نروح نسمعوا مع بعض. يلا تفضلي. السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصة مطور السلام عليكم كراي اللنداع السلام عليكم كراي اللنداع أنطلب ربا معزوز أخديسك لهنا أنطلب ربا معزوز أخديسك لهنا السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصد مطور السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصد مطور السلام عليكم كراوي ديوسان السلام عليكم كراوي ديوسان أنطلب ربا معزوز أخديسك موسان أنطلب ربا معزوز أخديسك موسان السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصد مطور السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصد مطور السلام عليكم أي غريبان السلام عليكم أي غريبان أنطلب ربا معزوز ديالي يدوان أنطلب ربا معزوز ديالي يدوان السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصد مطور السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصد مطور السلام عليكم أتي جيرين السلام عليكم أتي جيرين أتخلف أنت اللبسة غمزومة يسكرين تمخالف أنت اللبسة غمزومة يسكرين السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصة مطور السلام عليكم الصلاح تمور إن بغاد الدعوة الخير القصة مطور الله الله أنصر الوالية أنصر الوالية والشيخة حتى هاد الغرثة رباني
الله الله أمزور الواليغ أمزور الواليغ الشيخ عداد وطار بداني الله الله من غاويني روحان الله الله هاي زور تامرتنا بجايا الله الله تامرتنا بحرني دورار الله الله هاي الرويس العلماء الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد الغرطة رباني الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد الغرطة رباني الله الله هدي ذي حمد وغبع الله الله الوالد الميل الله الله هذا ودرارنا في أعلى الله الله الصلاحي كوار الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد القوت رباني الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد القوت رباني الله الله لالا خديجة لالا الله الله تغرب تنسي في بلوى الله 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 انظر الوالي انظر الوالي الشيخ حداد الغرطة رباني الله الله انظر الوالي انظر الوالي الشيخ حداد الغرطة رباني الله الله تقرب تنسي ذي بلوى الله الله السادة ديوان ايوان الله الله المرسل الوند جر جر الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد هذه الغلطة رباني الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد الله الله أوني بغان ذيك سلخير الله الله هذي يعني كسرو بقير الله الله هذي يدوغ الريف الريف الله الله هذي يفاشر شور يتفيض الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد هذي الغلطة رباني الله الله أنظر الوالي أنظر الوالي الشيخ حداد الغوطة رباني أيوني وسوسم سوسم أفيرا فوق نجيحي كور زمير غارة نجيحي كور زمير غارة أي رقص بلع نسم دمغاي الهضرة مدى نظام تنكان غارة سوسم سوسم أخيراك بكم حيكون زمير غرام حيكون زمير غرام أيها قفز بلع نسم من غاي الهضرة مدام وضانو تنقان غرام وضانو تنقان غرام صحي غولي وذنية الريغة استاسا حنينا الريغة استاسا حنينا لبغيت الدوغاسن لبغيت الدوغاسن رطا وداك راسك رايد تقرا اذنك كتخلصان اذنك كتخلصان ايوني وسوسم سوسم خيرك كوكم جي حيكون زمين غلالا جي حيكون زمين غلالا ايه قبس بلا نسم غاي الهضرة مدان وضانو تنقان غارة وضانو تنقان غارة نورا في ليطوان نولد السكر هذي إيماني السكر هذي إيماني نورا في ليطوان صمت صحلطي تلي صحلطي تلي إيمي صحلت تحيط هاتف دود العيادة في
أتاكم مش تابولي أتاكم مش تابولي عيوني وسوس بسوس يا خيرك بكرش يحيكو زمير غيرا يحيكو زمير غيرا أيا قص بلا نسم من غير حضرة مدان وضانو تنكان غيرا ضانو تنكان غيرا أسمو يستريك كمسا من زوثيس نقبان من زوثيس نقبان وسن ما نفوس لبع عفقي وثاكي قبلان عفقي وثاكي قبلان مانك وطمن غرا فين يقبان كرا ضمع غدير سيد أمان ضمع غدير سيد أمان عيوني وسوس بسوس كار خيرا كوك مش يحيكور زمير غرا يحيكور زمير غرا أيها دوك سبلا نسم من غاي الحضرام الدار وضانو تنكان غرا وضانو تنكان غرا أيوني وسوسم سوسم في الخيرة كوك مشي حيكور زمير غرا حيكور زمير غرا أيها دوك سبلا نسم من غاي الحضرام الدار وضانو تنكان غرا شكرا ليك شهرة والجروب ديالكم اللي يصنع صنع لنا هذه الفرحة في البلاتو مع المشاهدين كذلك. احكيني على الأغاني اللي غنيتيهم لنا شهرة اليوم. الأغنية الأولى هي السلام عليكم، هذه التحية. احنا نبداو فيها بها. نعم. نروح للأفراح ولا كي ندخل هكذا كي نجي للقناة ولا أي مناسبة. هذه الأولى نغنيوها يعني التحية. بعد ثانية غنيت الله الله نزور الوالي، هذه تاع نغنيوها بزاف و محبوبة عند الجماهير. محبوبة عند الجماهير. والثانية أيولي وسوسم سوسم اللي طلبتها للقناة نغنيها. نعم. واني غنيتها ويحبها الجمهور الجزائري كذلك. شكرا لك شهر. شكرا. نروح الان الى ديانا واخر الاعمال تاعك والاصدارات تاعك اللي راكي تقومي بها او راكي تعملي عليها هاد يعني هاد الايام. انا والله كنا مع رمضان راكي تعرفي. رمضان شهر العباده والغفران بيان سور. كنت مع يعني رمضان لي سواغي كل شيء يعني نحبس كل شيء. انا جو سويت ما تخدميش في رمضان. في رمضان ما نخدمش. عجبني اعراس وكامل حفلات على ختانه وكامل ميلا غالب. تحبي تجوزيه مع العائله ديالك؟ نحب نجوزو مع العائله ديالي. نحب نجوزو في التراويح صلاتي بعيده على المجال الفني. بعيده. نعم. مي قبل رمضان درت دي بروجي عندي في وهران كلكو دي شونسون. عندي شونسون مع شاب رجدي. نعم. وان شاء الله عن قريب يخرجوا البومات. وبيان سور عندي داني دي شونسون درتهم شوفوا شوفوا مع رجدي ديو جا خرج ديجا من قبل ودار ضجه. ودرت على سمر ودوك عندي جديد ان شاء الله كاين. نعم اكيد رايحين نستمعوا ليك ديانا في البلاتو. قبل هذا نروح الى ياسين ونحكوا على ايكوزيوم. اولا ايكوزيوم جمعيه ايكوزيوم الناشطه في ديار الغربه لتعرف بالتراث الجزائري والاغاني الجزائريه في ديار الغربه. احكي لنا على الاعمال ديالكم اللي قمتوا بها في شهر رمضان. انا اسست الاسوسياسيون ايكوزيوم ارت اللي دير الترويج تاع الفنان الجزائري في الغربه. نعم. وكيما الاخوات اللي معنا اليوم يغنوا هنا كاين ناس تماك حابه تسمع هذا الستيل يخدموا فيه. دونك حنا هذه الاسوسياسيون انا معاها تدعم هذا الفن هذا تماك. وكاين ناس جزائريين كاين ناس ماشي جزائريين يحبوا يتعرفوا على الفن ديالنا. نعم. وحنا نبداو نشوفوا الميادين اللي يقدروا يعملوا فيهم في فرنسا في ليون في مارسي في لي غروند فيل. وهذه في الميدان الموسيقي. دونك كاين دي كونسير كاين فيستيفال فسانات نديروا نعملوا في دي فيستيفال دي كونسير
دي فوا في دي ريستورون كوم سا ولا عند الناس اللي يستقبلونا خاصه في رمضان نديروا مدائح دينيه و... اي طابع تغنوه اكثر يعني ربما في ما عندناش يعني انا مانيش بروديكتور ماشي طابع فني بس يمكن نشوف برك فنان انا نحب يكون فنان جزائري يجي تماك ما يروحش يعمل حاجه واحده اخرى اللي يقدر يعيش من الفن تاعو يعيش من الفن تاعو وماشي غير الغناء كيما نازيم له حتى راهي تيكسبوزا في فرنسا والناس راهي تشريها والناس راهي تسمع به نازيم تخربيش الجزائريين اللي يشروها او يعني ناس ماشي جزائريين بصفه عامه الجزائريين يشروها وكاين ناس من الشرق وكاين ناس من المانيا ناس من فرنسا باسكو باريس عايش في باريس وباريس فيها بزاف الاجناس الاجناس وكاين تانت مؤلفين يكتبوا كتابات مؤلفين كما نقول لك صغار في السن راحوا في هذا السياق كاين تاني ناس تخدم في سينماتوغرافيا كاين مالك بركاش خرج واحد الفيلم اسمه ازار على على الامهات والجدات في بلاد القبائل كيفاش يعيشوا وكذا وعنده كما يقول لك نال بزاف الاعجاب تاع الجمهور الفرنسي وفرنسيين اكثر من الجزائريين لانه تعرفوا على كيفاش عايشه المراه القبائليه في الجبال القبائليه منذ سنين وهذه اللي انا نفرح كي يكون هذا كي نبدا مع فنان ماشي معروف ونوصلوا يقول لي خلاص ما نسحقش نخدم حاجه اخرى نقدر نخدم في هذا يعني يخدم في الفن ديالو يعني ويعيش من الفن تاعو فقط والمهنه تاعي خلاص هنا كي يكبر والناس تسمع به يقدر يسجل البوم نقدم له بروديكتور يروح معاه كي كيف كيخدم يكتب كتاب وتشهر به ويروح مع ان بروديكتور باغي وفي سينما كيدير نيميرو ديكسبلوطاسيون تاعو واللي يدور في السينمات تاع في اوروبا ولا الخدمه تاعي تحبس حنا تما نخدم بلوس مع الناس اللي ما يكونوش معروفين ونعاونوهم تحاول ربما تعاونهم باش يتعرفوا او يعرفوهم نخدموا مع السلطات المحليه باش يعاونونا باسكو يكون عندك اسوسياسيون عندك يوفروا لك تدعيم مادي والله. نعم تحياتنا لهم واحد بواحد اللي راهم يشاهدوا فينا الان من خلال قناه الوطنيه نرجع ليك نزيم ونشفنا يعني لوحات فنيه رائعه تعبر عن العادات والتقاليد الجزائريه المحليه شفنا فنانين جزائريين جسدتهم في اللوحات ديالك كما قال ياسين يعني تعرضوا خارج الجزائر وشروهم الناس وعجبوهم وحتى الجزائريين يحبوا يشروهم ويتفكروا الجزائر الحبيبه يعني يتفكروا ريحه البلاد نعم سوا كاين واحد الوقت كنت مبازي بزاف على السينما وين كاين قلت لك التخربيشه الاولى تاعي كاع تاع عمر قتلاتو تاع بوعلام بناني دونك كاين خدمات اللي نديرهم فيها طابع فكاهي شويه نحب نضحك شويه حتى نشوفوا يعني كلمات تستعملهم في اللوحات ديالك انا عم كاين مثلا اعطينا مثال يعني باش يفهم الجمهور كاين لا دوخت روح الكورونا تاع بيونا تاع ودوقاتيك درت رسمه تاع بيونا وهي تقول ودوقاتيك عندك الماضي معروفه بها وكتبت زعما ودوقاتيك الكورونا ما تروحش ولا كاين الاغنيه تاع امازوني تاع خوك ترافولتا ما ديت رسمه تاع لاكتور الامريكي ترافولتا ودت في يدو قرعه تاع فونتا كيما الاغنيه تما رسمت شغل لي بارول تاع الاغنيه رجعتهم رسمه شغل بوشه تاع البوم باش زعما تلخص وشنو هي الاغنيه دونك كاين بزاف عفايس هيدا كاين على قلت لك عمر قتلاتو كاين تاع انسبكتور طاهر كاين تاع عثمان عريوه تاع فو با تكذب انا درتها في الكورونا تاع فو با تخرج يفوت خرج نعم دونك فيها عفايس تاع الضحكه هدايا وميم طون شغل الانسان يتكاكا نعم فيها شغل فيها دي ميساج وين الانسان يتكاكا ويفهم منها يفهم الرسمه يضحك على الرسمه هذه تفكروا ويتفكر يعني الجزائر الحبيبه ويتفكر الشخصيات الجزائريه والكوميديين المعروفين الجزائريين كذلك مشكور على العمل ديالك نزيم تخربيشه نروح الان الى شهره ونتعرف على عادات وتقاليد منطقه القبائل الحبيبه وين عندنا يعني عادات وتقاليد خاصه بهذه المنطقه يوم العيد احنا في يوم العيد يعني اول حاجه نحضروا الكسكس الكسكس القبائلي معروف الكسكس القبائلي يعني التحضير تاعو يكون خاص خاص المرقه حمراء
واللحم يكون تاع البقر والخضر فيه كل خضر. وتانيك عندنا معروفين يديروا الخفاف ونديروا المقروط. الخفاف والمقروط هذا ما كان الحلويات لا احنا في المناطق عندنا نعم. هو المقروط هذاك تاع التمره تاع التمر نطيبوه في مقلي يجي ولا في الكوشه؟ لا ماشي مقلي نطيبوه في هذاك فرح احنا نقولوا فرح لا المقروط اي تقصد مقروط ايه كيفاش جاي كيما المبرجة هو كيما المبرجة وشنو احنا هي نفسه ربما نفسه كيما المقروط لو حاضر معنا فقط كل الحشو ديالو أيوة. بالتمر أيوة. بالتمر ويطيب في الفراح في كيما كيما في الطاجين كيما والخفاف هذا هو احنا الخفاف سيد المائدة سيد المائدة نعم هذا هو التقاليد عندنا احنا في الناحية تاعنا نعم يعني كل ناحية وكيد كالقبائل يعني كاين ناحيات مختلفة الجزائر يعني كبيرة كبيرة كل منطقة من الجزائر عندها عادة وتقاليد تقاليد خاصة بالمنطقة يعني الجزائر الكبيرة. طيب شهرة الوقت داهمنا واش تقولي للجمهور ديالك واش تقولي للعائلة تاعك في هذا اليوم المبارك؟ قل لهم صحة عيدكم وكل عام إن شاء الله يعاد علينا ويصيبنا بصحة ولهنا إن شاء الله يا وصحة عيد أبي وأمي وابني الوحيد المقيم في فرنسا نقول له صحة عيدك كل عام إن شاء الله هو بخير وكل عائلتي يعني ناحية أبي والعائلة ناحية أمي والقناة الوطنية نعم للشعب الجزائري نعم. طيب كذلك ديانا كلمة أخيرة تقوليها معنا وتقوليها للجمهور حين نسمعوك في الأخير أكيد نختمه معاك فقط رسالة حبيت توجهها للجمهور وللعائلة ديال كذلك نقول لعائلتي صحة عيدكم إن شاء الله كل عام أنتم بخير ماما بابا وخابتي ونقول لصحاباتي وحباباتي وكامل هذا وين نط بوغ لو مومون بعد نعيد عليكم بالوحدة وبالواحد نقول لكم صحة عيدكم كل عام أنتم بخير ونشكر القناة الوطنية بيان سيغ على الاستضافة ميرسي بوكو بالانفيتاسيون وصحة عيدكم. شكرا لك ياسين كلمة أخيرة تقولها معنا ولعيدية توجهها للجمهور. نبدا بالعائله ديالي كيف نقول يما وبابا ربي يحفظكم وصحة عيدكم خاوتي وكاع الفاميلتي ربي يعيد عليهم بصحه ولهنا ان شاء الله ان شاء الله ويما نقولها ما تربيش القهوه حتى كي نجي ندخل والشعب الجزائري وعندي اليوم حبيت نهضر تانيت عيد مبارك للشعب الفلسطيني نعم اكيد وربي ان شاء الله يطلق سراحهم الحريه تاعهم وان شاء الله يعيدوا كما نعيدوا احنا مع ان شاء الله مع فاميلتنا ان شاء الله ربي يحفظهم ويسترهم وينصرهم ان شاء الله ان شاء الله وتحيه فلسطين نعم تحيه خاصه للشعب الفلسطيني الشقيق كل عام وانتم بخير كل عام نشوفوكم يعني نشوفوا غزه وفلسطين حره مستقله ان شاء الله يا رب. نختم معاك نزيم كلمه تقولها للجمهور نبدا بلا فامي تاعي صحة عيدكم ان شاء الله نعيدوا كاع بصحة ولهنا ان شاء الله والشعب الجزائري وكما قال خويا ياسين الشعب الفلسطيني ان شاء الله يعيدوا كما نحن نعيدوا بالفرحة ان شاء الله ان شاء الله يا رب وان شاء الله ربي يطلق صراحهم ان شاء الله يا رب. شكرا لك نزيم. عندنا كذلك مجموعه من الاهداءات الى عائله تيوغوين وبالخيرات بالاخص الام نجيه الاخوه عدلان وسيد علي وزوجاتهم واولادهم كذلك الاخت نسيمه وابنائها تحيه خاصه كذلك الى السيد طهري بشير والابنه ديالو بشرى تحياتنا لهم انا نقول تحياتي لكل عائله يحيوي ونقول لكل الجمهور لو يشاهد فينا الآن مرة ثانية صحة عيدكم كل عام وانتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونختم معاكم بديانا اللي حتغني لنا أغنية جميلة نختم بها هذا البلاطو تفضلي ديانا